صباح الخير محروس. صباح النور يا عريس. هالاسبوع خير علي، راح اتجوز بعد طول انتظار وراح اخذ شهاده سواقه. شو عينوا لك وفحص سواقه؟ بكره اللي فدوا جوا جوا. صباح الخير فردوس. صباح النور على البنور. واخيرا. قولي لي شو شعورك وانتي على وش الجواز اليوم؟ ما بعرف ليش قلبي ناقزني. شو ناقزك ما ناقزك؟ مشيت وعملت الأذنامة بالمحكمة. ما بعرف ليش خايفة. لا لا ما في داعي للخوف ابدا. بكره رح اخذ شهادة السواقة وبصير كل يوم باخذك سيرا. كل هالقد انت ضمنانة لشهادة السواقة؟ ايه مظبط اموري تمام. طرني يوم. اهلين ابو شكيب. ابو ياسر هون؟ خير ان شاء الله. لك راح يجنني هالابو ياسر، قلبي عم يجعني عليه بس ما طالع بايدي اعمل له شيء. خير شو صاير؟ لك بدي اعرف مين طلب منه يتحش شهادته الابتدائيه بين وراء الاذنامه بالمحكمه ورافع السواقه. شغلت لنا بالنا بشكيب شو في؟ هلا المهم وينه؟ معي امر بالقاء القبض عليه. قبض عليه؟ جوا هو. واخذك على راس البسيط والفرلو وكذا. مرحبا يا جماعه. اهلين سيدي، عود سيدي. ما بقدر، لا تؤاخذوني بس انا مضطر اخذك معي يا ابو ياسر. تاخذني؟ لوين بدك تاخذني؟ في مذكرة بإلقاء القبض عليك. وهالمذكرة ما لقيت تطلع إلا وأنا على وش جوال. لك بلغش منك، حدا طلب منك تفحش شهادتك الابتدائية بين وراء الزواج بالمحكمة وراء فحص السواقة؟ هلا هي شغلة بينحبس عليها الواحد. لا ما بينحبس عليها بس حضرتك شو عامل؟ الله بعد عن حرام، ايدي نظيفة والحمد لله. هلا امشي معي أبو ياسر وما في داعي نحكي، خلصني. لا غير تحكي، غير تحكي. أنا ماني ماشي من هون غير لا أعرف ليش أخذني. أبو ياسر ما في داعي نحكي، يعني ما بتعرف شو عامل ها؟ ماني عامل شي، بتحداك إذا كنت عامل شي. مالك مزور شي؟ إيه أنا ما بعرف أرسم عصفورة لحتى زور عملي. لك مين جاب سيرة العملة؟ اللي مالك مزور شي غيره؟ إيه أنا ما بعرف تلت ثلاثة قديش لحتى زور. إلى أنك ما بتعرف تلت ثلاثة قديش يا أبو ياسر، ما في داعي تعمل فهلويات. فهمني يا أبو شكيب، شو صاير؟ لك هلأ أنت شهادتك الابتدائية صرت فيك يعني، إمتى آخذها؟ يا سيدي أخذتها بـ 16/12/59. إيه تاني مرة كتوب 16 مو 61 و 12 ما 21 و 59 ما 9591. هلا أنت عنا إيش عم تحكي؟ عن الشهادة الابتدائية يلي حضرتك مزورها. هلا صار لك كل هالعمر شايف لي حالك بشهادة هالسرتفيكات وبالآخر طلعت مزورة؟ لا تصدق هالحكي يا فردوس. لك شو صدق وما صدق؟ اصلا انا من الاول استغربت شلون قدرت تاخذها حره. يلا ابو ياسر خلينا نمشي لشوف. هلا بدي افهم، ما فهمت على هالموضوع الا هلا؟ بعدين انا ماني مستفيد من هالسرتفيكا شيء. لك بدنا نعرف من وين جبت الختم ومين ساعدك بالحصول على الختم. مشي لشوف. ابو ياسر اعتبر الموضوع اللي بيناتنا منتهي. يلا ابو ياسر. محروس وكل لي محامي. ما بدي توصاي. ربي ست ما يرد. فدوس فردك سيدي. اتحرك لك ابو كيروس خلصني. اتحرك لك اتحرك. لك شو؟ مبين عفطو؟ ايه عفطو. لك شو عامل؟ عم يقول انه مزوي. معناتها بدهم يدقوا. وين؟ ببيت خالته. ابوك يا الفرحة اللي ما تمت. هذيك ابو كيروس بدك لك شو في؟ شو كل عم تتكركروا؟ شو صاير؟ حدا اتصل فيي؟ ايه اتصلت. ما بدي عنود، حدا مهم ما اتصل فيي. ليش ما ادري؟ ليك شو في؟ عرفتوه رح يدقوا. منو هاد؟ شريكك ابو ياسر. لطيف عليه؟ ولي الله يجيرنا مشي احسن. يلا يا ستار
كويس. قال لي لطفتين خير شو في؟ لك ما لحقت وصلت على المخفر، لقيت قدامي مذكرة بتوقيف أبو فايز. أبو فايز؟ هناك جوا. وينه؟ جوا. تعال تعال يا أبو فايز، تعال حبيبي، تعال 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 تعال. خير شو في يا أبو شكيب؟ عملتك سودا يا أبو فايز. ليش؟ شو عامل أنا؟ لا تخوفني يا أبو شكيب. ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا ما بيخيصني غير اللي بيكون مساوي عملة وبيعمل حاله مو دريان. قالوا عملة؟ أنت بتعرف إنك جايب معلبات لحوم ولا ما بتعرف؟ بعرف. وبتعرف إنه ممنوع ولا ما بتعرف؟ إنه ممنوع ما بعرف، هي أول مرة بسمع. لك لا تغشم حالك لك أبو فايز، شو ما سمعت إنه ممنوع استيراد اللحوم بسبب مرض البقرة المهسترة المجنونة؟ من أوروبا ومن بريطانيا. ليش أنت حضرتك من وين جايبهم؟ ها؟ من الصين. لك إيه حاش حاش بقى على مين علينا؟ لك إيه نحنا إذا الدبانة بتوز منعرف لوين رايحة. قال من الصين قال. ليك الكليشات على العلب. لك عم قلك نحن منعرف إذا الدبانة بتوز لوين رايحة. ليش ما منعرف يا أبو فايز إنك جبت رول كليشات 30,000 متر من شنوة؟ أنا؟ لك أبو فايز ما بداية أدلك أسماء العمال اللي نازلين ليل نهار أطخلط لزق كليشات على معلبات اللحوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. امشي قدامي لكن بقى خلصني. شو هالبقرة المجنونة سيدي؟ هيدي بقرة يا أبو كاروس مع جرثومة بالدماغ، يعني عقلاتها جوستين بخرج، وقت بتجي السودا بتقوم بتجن. معناها لازم نمنع البقرة الضاحكة. يا شو دخل هي بهي؟ لو ما كانت مجنونة ما بتضحك لحالها، لأنه ما في شيء بضحك بهالأيام. بوسينا؟ نعم. هلا الواحد مشان جوزها ما يزعل منا، شو لازم تساوي؟ شو لازم تساوي يعني؟ لازم ما تزن على راسه. وإذا كانت ما عم بتزن؟ معناتها لازم تزن. وإذا كانت بتخاف منه؟ لازم ما تخاف ولعية تلعي قلبك، أنت كل يوم بدك تسأليني نفس السؤال. طيب شو أعمل؟ شو تعملي يعني؟ ما فيها شيء، فيقي ساعتين بهالليل، كسري ونهري مثل القطة. وإذا عملت هيك وما خاف؟ خرمشي. كل مرة بتقلي لي نفس القصة ما عم تنفع. ليش جربتي؟ كل يوم بهمهر على فرج ما في فايدة. ما عم بيخاف؟ ما عم بفيه. طب خرمشي انتي؟ خرمشته. ما نقاز؟ لا نقاز ولا شي، قام فتح عيونه هيك فيي بحلق، قمت انا صرخت. ليش ضربه؟ لا بس انا فكرته مات. وشو عمل؟ قام قال لي جو جنيتي رجعي نامي، رجع نام. بوسينا ما عندك غير هالوصفة؟ ولعية تلعي قلبك ان شاء الله، انتي كل يوم بدك تحكي هالحكي، اشتغلي صوف. حدا سأل عني شيء؟ أمي سألت عنك. أوه هلا وقت أمك، حدا تاني غير أمك سأل عني شيء؟ ليش شو في؟ ما بان في شيء، ما في شيء. يا الله يا الله. أبو كيروس حدا سأل عني شيء؟ لا لأنه بهالأيام ما عاد حدا سأل عن حدا. يعني ما حدا رجع على الشركة لهو؟ السوق دارة ما في غير أبو شكيب رايح جاي عم يترزق. أبو شكيب؟ يعني ابو شكيب اجى لهون؟ ايه اجى لهون. اش ابو ياسر وراح، رد رجع. اش ابو فايز وراح. يعني سأل عني شيء؟ لا ما سأل عنا. فرج ليش خايف؟ انت عامل شيء؟ لا لا ما ماني عامل شيء. ابو كيروس روح 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 شوف شغلك، الله يعطيك العافيه على صدقك معنا. ايه الله يعافينا. فراس شو في؟ انت عامل شيء؟ هبطت البنايه. شلون هبطت؟ شلون هبطت؟ يعني كانت 5 طوابق صارت طابق واحد. هدوها؟ لك طبقت طبقت، ما عم تفهمي؟ عم اقول لك كانت 5 صارت ابو. بعدين انت ليه؟ امبارح شو صار لك؟ يخرب بيتك، قال لي الدكتور منيح اللي ما اكلك. شو هو؟ الدب. انو دب؟ استحيت قل له مرتي عملت فيني هيك، قلت له كنت بجنينة الحيوانات تبع دوما. ليش في جنينة حيوانات بدوما؟ لكان فيها دب وضبع وطاووس. بوسينا الله يرضى عليكي، لبقى تشوري علي لكوثر هيك شورات. ها ليش انا شو دخلني؟ شو دخلك؟ مسكني كوثر ما بتعمل هيك شيء من راسها، بتشاور يا بتكون مشاورتك يا بتكون مشاوره مرت عمي. وشو عرفك انه شاورتني الي؟ لا
مشاورتك إلك اسمحي لي، يعني لو كانت شاورت مرت عمي كانت قالت له اضربيه من بدلقة الكبة. المهم شو قصة البناية؟ ما قصة شيء، قلنا لحالنا منوفر شوي، شلنا شلف شلف من كل عضاضة. له له يا فرج، انت بتشتغل هيك شغلة؟ روحي شوفي بقية المتعهدين إذا عم يحطوا بالعضاضة الوحدة أكثر من شلفين، روحي شوفيهم وبعدين تعي حاسبيني. بالمسبقة الصنع في واحد زفت الشارع متعهد بعد 3 أسابيع هيك الجورة. فراج كم واحد ماتوا بالبناية؟ فقال الله ولا فالك، ما حدا مات بالبناية على العظم. شو بدك تخرب بيتي أنت؟ ما عرفت اللي إياها كم حرف؟ لحوم حاجة لعت اللي قلبي من الصبح كم حرف وكم حرف. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو شكيب على مين الدار؟ فرج هون؟ إيه هون. مو هون؟ هلا قلولي هون ولا مو هون؟ لا تواخذني ابو شكيب، ما كنت بعرف انه جوا. ابو كيروس فوت اندهلوا لفرج لكان. خرطوش فردك، فتح عين غمض عين بتلاقيه تحرك. خير فرج شو عامل كمان؟ لك محروس بدي اعرف، هلا ما بيمشي الحال الا بالغش. شو في كمان سيدي؟ صغرك شبو؟ هلا بتعرفي شو عامل؟ كمان هلا بتعرفي. ابعث لك واحد سلاح. سيدي وجدته متخفيا بالسيفه هو ومرته، وبالعلامه قال لي انه احطك. بتعرف شو يعني احطك سيدي؟ يعني زحله. لا فرج اي ولا اهلين ابو شكيب. اهلين. لا اهلين ولا سهلين، امشي معي لشوف. تحرك. ليش شو عامل فرج؟ شو عامل ولا احكي له؟ ما عامل شيء مرت عمي، ما عامل شيء. احكي لها ليش خايف؟ لك احكي لها عن البناية. ابو شكيب البناية كانت على العضو وما حدا تأذى، بعدين اللي خسر من عوضه. ايوه والختيار يلي الربط لسانه وصار معه فالج. ليش اجى عليه شيء؟ لا بس لما شاف البناية عم تهر قدام عيونه وفكر الايام قامت، قام الربط لسانه وانفلج. لو انه من اهل الخير ما كان صار له شيء، بس أبصر الله أعلم شو كان عم يعمل في تلك اللحظة لحتى خاف وانفلج كما ذكرتم سيدي. طيب والشاب يلي صار له عم يحضر من أول السنة للمادة يلي معقدته وواقف تخرجه عليها، بيروح المحروس صهرك بيقدم عنه الفحص بكرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا شو دخله كمان؟ لك كان الشاب قاعد على البلكون بالطابق الثاني فاتح كتبه عم يقرا وما شاء الله عنه. شو يعني طارت معلومات اللي براسه؟ لا ما طارت المعلومات، بتفكر انه صار زلزال قام نط من على البلكون من الطابق الثاني وانكسروا رجلين الاثنين. محروس ولا يمك يا غالي. قوم اتحرك معي بقى ولا تاخذونا يا جماعه شري. مظلوم بريء. امشي بلا بريء بلا شيء. ولا يهمك وكل لك محامي. لا فات الطحين، شلون بتقول له متخفي انا على السقف؟ سكيني ابو شكيب سكيني. ابوك يدعم. اعتذر مني اعتذروا. ايوه كسرت له 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 له. بتعرفي زعلتيني على فراج، ما بيستاهل هذا الشيء اللي صار معه. هي اول مره بتصير معه. ليش هي اول بنايه بتهبط؟ طبعا لما يقع التور بيكتروا لحامينه. خين زاراني. ايوه ضلي سنه وست شهور ضربتك وجعاني. اللي مجنني ابو فايز، معقول الشيء اللي عم يساوي؟ جايب من لحم البقره المجنونه، ما بيعرف انه مجنن كل الدنيا. ويا ابو قمامة بيضا. ليه ليش هيك مجونسه؟ لا تكوني قاتله من لحم البقره المجنونه اللي جابها ابو فايز. يا ريتني سمني هو. ليه اشرب بدي حمادي. ايوه يا ريتني سمى المو. صار جميع ابو شكيب بده اياك. خليه يفوت اوام من كم بده ياخذ افادتي. لا جايب مسكرتين توقيف يا مسكرتين مرتي. جميل جميل ولا ولا شو عامل؟ كل اللي قبلك اخذهم سيدي بتهمه وحده، الا انت بتهمتي. ليش شوفي شوفي ابو شكيب شوفي يا سيد جميل، المثل بيقول قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. شو القصة؟ قلقتني، خبرني شو صاير؟ لك لا تغشم حالك، نحن إذا الدبانة بتوز بنعرف لوين ريحة، ونحن بنقتلها على الطاير، شو بقى؟ ايوه بقى حاجة تلف وتدور، بنعرف كل شيء. شو القصة؟ شو صاير؟ شو القصة شو صاير؟ بتعرف إنه قاهر الدوار الشمالي حكى لنا كل شيء؟ شو؟ مين كمان شيت الدوار؟ لا، مين قاهر الدوار ولا؟
لك لا تغشمي حالك ام جميل، هات شوفير بيشتغل عند المحروس ابنك على سيرفيس، ملبق حاله وقاهر الدوار الشمالي. امي ليكون مشان قصه تفخيص الدواليب؟ لا سيدي فهمنا بقى شو القصه. المحروس ابنك يا ست ام جميل دافع لهذا القاهر حتى يفخر دواليب الميكروات الثانيه، لكان مشان يبطلوا يضحكوا على الميكروات تبعاتنا، بعدين محلول يا شباب مشكي، خلاص محلول عندي يا بوسم شو اربكو. طيب يا بوسم صلعت اوه مالي حبي، خلاص عندي محلوله الك علي ما ربي لك في النسانيس ماما. النسانيس ماما طيب وقاهر الاوتوسترا كمان المساء؟ لا وبطل المكاري وغيره وغيره، شو بدي اعمل فيهم؟ لك يا جماعه صار كل شوفير ميكرو يشتري الصبح كيلو بسامير، وكل ما مشي شوي يزت وراه حفنه من البسامير. ابو شكيب سيدي يعني بقصد هي يعني مو تهمه، اذا بدك انت تحصل حقك روح حصله من قاهر الدوار. لا طيب هي التهمه فهمناها، شو التهمه الثانيه؟ هات لشوف. وصاحب مطعم الجمل قال انك سببت له خسائر بأكثر من 200,000 ليرة ورافع عليك دعوة كمان. حبيبي أنا أقل من 2000 3000 ليرة بخشيش ما بدفع. سأل أمي سألها كذاب أمي كذاب لا تصدقي. مو أنت صاحب مطعم الجمال؟ أنت دفعت بس من تحت راسك من جمعة لهلا ما حدا فات على المطعم. لا يا أنا من الأسبوع الماضي ما رحت على المطعم، كذاب أمي كذاب لا تصدقي. مو انت صاحب المطعم، امي انا رحت شي؟ لا مرتي رحت انا شي؟ لا لا ما رحت جميل لا اختي رحت انا شي؟ ايه رحت راح كذابه كذابه لك جمله تحديدا من الخميس الماضي ما عاد فات زبون على المطعم، طلعت سمعه على انه صاحب المطعم عنده مطرب مثل غراب البين. لا انا شو دخلني؟ لك انا عول عيوني شي مره واعترفوا لحالكم بدون تحقيق، لك بتكون التهمة لابستكم لبس وبتقعدوا بتلفوا بتدوروا، ولك عليتوا لي قلبي. عليتي لي قلبي ولا جميل؟ جميل جميل حرام عليك، إذا عامل شيء اعترف، مالك شايف رح يبكي الرجال؟ أصلا كله من تحت راسي، ضليتي تقولي لي صوتك حلو، صوتك حلو لحتى صار اللي صار. كذابة سيدي، أنت كمان بتعله للقلب، ضروري تقعد تلمح 10 ساعات، إذا في تهمة سيدي قولا، إذا في قتيل قل له للواحد أنت قاتل قتيل، ضروري تنشف له دمه. ينشف له دمه؟ لك ابنك يا مدام دق بالميكروفون تبع المطرب وما عاد يعرف يحل عنه. لا ولا جميل، صحيح دقك بالميكروفون شيط المطرب. لا أبو شكيب لا تبالغ كثير، كلهم موال وغنية، لا تصدقي أمي لا تصدقي كذاب. مو انت المطرب؟ لك جميل فهمنا، الموال ساعتين ما قلنا، ما الوقت محدد، بس الغنية يعني معقولة تضلك للصبح نازل فيها؟ معقولة لك ام جميل معقولة؟ لا لا ابو شكيب كمان غنية بدها تاخد حدا، اسمع هي غنية مو سهلة، جاهزين؟ حبي الصبح حبي المساء حبي الصبح حبي المساء لك وبعدين؟ حبي الصبح حبي مو طويلة كتير بس هادي. بعدين هو ما كان عم يغنيها للصبح من عنده، الجمهور كان عم يطلب منه. الجمهور كان عم يطلب منه لك أنه جمهور ما عاد فضل حدا بالمطعم غير اثنين قرصين وكان عم يتمسخروا عليك. شوف هصلح لك شكيب كمان أنا إلي جمهوري. ها أهلاً امشي قدامي لحتى فرجيك جمهورك عندي، تحرك بمشي شبك يعني لك تحرك جيبي لي حلاوة بكرة. إيه سيدي جميلة سيدي حبيل جميل أحطو سيدي يا جميل بلا راح بحالي سيدي مرت عمي أشو أنا رح أتصرف فوت رح أفوت أفوت تعرفي مدام ما أصدق غيرك بإيه؟ برات السجن أروح نلعب الخلقتي هذا بدل ما تواسيني بعيد الشر عنك بعيد الشر عنك ميرسي إلك روحت لي محروس على عيني رضا كل المصايب طقة واحدة اجتني فوق أمر ست الكل محروس شو بدنا نعمل بالمحاميس مثل ما بتأمري بتوكل لي محامي لأبو فايز ومحامي لفراش وبتشوف لي أحسن محامي بالبلد لجميل
وابو ياسر كمان ابو ياسر بتشوف لي اشطر محامي له، بس يسعى له يضل بالحبس مو يطيلعه. مدام اذا بدك رايي ما في داعي لكل هالمحاميين. لكن شلون بدنا نطيلعهم؟ في عندي مداخل ومخارج كثير، خلي الموضوع علي. محروس انا بدي الشغله تصير بسرعه، ما بدي شوشره لانه خلص مدام وراكم رجال، محروس رجل مهمات الصعبه. يعني اعتمد عليك من هالشوارب، انا بس حط ايدي بشغله ما بطلع منها غوش. قدام قديش في وسايط؟ كثير، كلهم مفاتيحهم بايدي. مره طالعت واحد من الحبس كان بالع مفتاح. هلا الشغله هي بدها حبس فوق ما بلع ولا المفتاح. مو حي الله مفتاح، مفتاح القسطنطينية، تحفة أثرية كان سارقه. ها ايوه فهمت عليك انا. ومرة محروس كنت بهالوقت طالعتهم من الحبس. طيب عن اذنك مدام. مع السلامة محروس. اخ روح الله معك. يا مفرج لي همومي انت يا محروس. بسينا؟ نعم. قولك بيعدموا لها فرج؟ بجوز يعدموا، لا تستبعدي شيء. يعني معقولة؟ ايه معقولة ليش لا؟ زينة عم تحكي عن جد؟ ايه عن جد لكن عم بمزح. كوسر كوسر ولي كوسر لك ولي كوسر كوسر لا تموتي لك كوسر لا تمزحي المزح. ماتت ولي امي بدك يا كوسر او كيرو زي ما تحبي. مو معنا مو معنا انا بحبي جوعك سنة محروس لشوفي. خليها تجي بسرعة كوسر ما ادري شو صار لها كانت واقفة هيك عملت لا من تمها ولا من كمها. بسرعة كانت واقفة هيك راحت تفاتوا مدام مدام. لك شو بدك مين شاطك لهون؟ بنتي كوسر. لا تركبي كانت هيك صارت هيك راحت تفاتوا ماتت مدام مدام هل هي الستة؟ لا قولي لي ما لي. يا زلك يا كوسر يا لأبي لسا تكسب لي يا كوسر. ماتت ماتت ماتت. مين؟ مدام. ولي حلقة قبل شوي ما كان فيها شي شلون ماتت؟ ما خبرها بشان كوسر إلا شو تستك عملت وماتت. ليش شو خبرتها؟ قلت لي أنا كوسر ماتت. يخرب بيتك مين قالك إنه كوسر ماتت؟ ليش تهلا ما ماتت؟ ليش ما ماتت شو صار؟ سألتني بيعدموا لها فرج قلت لها لا تستبعدي شيء بجوز عملت ها وعي ولي كم صار؟ فيروز واعمل لي قهوة. هلا وقت القهوة تبعك هلا وقت القهوة المرة. ليش شوفي؟ مدام جوا العوض بسلامتك. شو العوض بسلامتك انت لحالك؟ قلنا شوي طلعت على المدام كوسر اجت الست عملت وماتت. ليش شبه الثانية؟ لأنه كوسر كمان طلعت على فرج كمان اجت السكة وماتت. ليش شبه فرج كلها كم يوم وبيطلع؟ بوسينة قالت لأنه بدهم يعدموه. لك شو يعدموه؟ لك اضرب منك لبوسينة على المزح. يا مصيبتي. طيب والله شو بدنا نعمل؟ وين مرحومة؟ جوا. سامحوها يا أهل الجنينة سامحوها. شدي حيلك يا مدام شدي حيلك. الاعمار بيد الله. شبه كنا على هالطريق يعني ماتت. لا حول ولا قوة الا بالله. قومي يا مدام قومي قومي خلينا نشوف. قومي قومي قومي. ليك ليك محروس ما عم بقدر اوقف على اجري خيطان اجري محروس ارفعني لشوف كمان. محروس قومي مدام جربي العمل العمل. قولي محروس يمكن صابني الفالج. لا تعالي بعيد الشر يا مدام بعيد الشر. ريدوا رجلي ولا رجليكي. خليكي مرتاحة خليكي انا بروح بشوف. خليكي مرتاحة انت ما تفتح تباك ولا بكلمة. شممها حتتركني لحالي. لك اتحرك. شمي 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 هات لشم بدي روح شمي كوسر. يا شمي يا شمي ولي 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 يا كوسر يا حبيبتي يعني ليش بدهم يعدموه؟ عم بمزح معك. قلت لك عن جد قلتي لي ايه. شو انا خرجت حقوق حتى تسأليني؟ سعي انه عقلك صغير. محروس عملوا له شيء لفرج؟ فرج ما في شيء حي يرزق. هلا تركته بالحبس صافي في دبكه هنيك. مدام بوسينا روح اعملي لنا فنجان قهوه خليني اجيب المدام فردوس. يا كوسر يا حبيبتي راحت البنت من بين ايدي. طمني مدام اطمني. المدام كوسر ما فيها شيء وعم تستناكي تفوتي تشربي معها فنجان قهوه. ما فيها شيء؟ ما فيها شيء. ساعدك؟ لا شو تساعدني؟ ليه؟ مثل الحصان صرت.
لك ابو كيروف راح فيها. شلون مثل لي كوثر ماتت؟ فوتي ريشة، فوتي ريشة، هوني مالك مدام، فوتي ريشة. عين تخرق في شرق هالأبو كيروز، بهالخبرية كان جاب أجلي. الحمد لله على سلامتك مرت عمي. وأنت تاني مرة وقت حدا بيموت تعي أنت خبريني، لأنه غير شكل بتلقاه منك. مو كنتي أنتي؟ كنتي كنتي ولا زلتي مع الأسف. مو تبعتي لي أبو كيروز؟ حاضر مرت عمي. إيه سيدي محروس. قلنا شو أخبار المساجين؟ بصراحة يا مدام يمكن ينخرب بيتي إذا جميل رفعوا ضده دعوتين، أنا يمكن ينرفع ضدي أربعة. هلا لا تعمل لي مثل أبو شكيب، حكي لي شو اللي صار. على حظي بطل حدا ياخد برطيل، كل ما طلعت مصاري بيقلعوني بيهددوني إنه رح يرفعوا ضدي دعوة. مو غريبة هالقصة؟ هلا احكي لي فهمني عن جميل، إن شاء الله مو متأثر كتير بالحبس. لا متأثر ولا شي، هالمحابيس قاعدين عم يدقوا له على التنكة وهو نازل غني حب الصبح وحب المساء، وإنه كانت تخلص علبة هالدواء. وفرج شو عامل؟ كيف صحته؟ وفرج؟ هو وأبو فايز وأبو ياسر صافين دبكة ونازلين نط على أنغام الأغنية. مهم هلا محروس، يلي حاولت تبرطلن ما رفعوا عليك دعوة. شو بيعرفك يا مدام؟ لأنه لو رفعوا أبو شكيب ما كان تأخر لهلا. من تمك لبواب السماء. يلا عن إذنكم خليني روح. محروس بركي بتمرق لعند أبو كيروز، حاول تراضي وتجوا أنتوا بتناموا ليلة بالشركة، نحنا نسوان منخاف لحالنا. انت بتضلك هون وانت بتدخل معي بس تدخل. حاضر سيدي. لك محروس مفكر حالك اذا هربت من البيت ابو شكيب ما بيلاقيك؟ سيدي انا ماني هربان، انا نايم هون لانه ما في رجال بالبيت. وهي ابو كيروز اساله. وين ليك؟ وين مدفوس المعصوف الرقبه؟ لك ابو كيروز، ابو كيروز، لك ابو كيروز اتحرك. خرطوش بردح سيدي، انا اخرت الشيء المفروض الحكومه كلها سيدي. صحيح مثل ما عم يحكي محروس، قال امبارح كان نايم هون. صحيح سيدي كان نايم هون، راح بالليل رجع مش الصبح. هي لا رجع مش الصبح ولا راح بالليل. على كل ما مهم، تعال ابني جر هالكرسي وقرب لعندي. حاضر سيدي. لك تحرك من الدابة لشوف. لك شيل طربوشك من هون. معقولة يا منظومة الشغلة اللي عاملها انت؟ سيدي انا راح احكي، انا ما راح انكر، انا صحيح عملت محاولات رشوي، بس صدقني يا سيدي صدقني انه كان هذا لصالح الشباب مو اكثر. لك على شو عم تحكي انت؟ افتح لي هالمحضر لك ابني لشوف. افتح، سجل اليوم والتاريخ وساعة وقوع الضبط واكتب لي محاولات رشوة وغيره. لك شو الموضوع ابو شكيب؟ شفت انه ما رح يمشي الحال لك محروس بلا ما نفتح تحقيق؟ سيدي انت لمح لي وانا بقول لك. اتذكر اتذكر لحالك لشوف. يلا تهريب التحف؟ لا سجل بالقائمة يا ابني. احتيال على مصلحة الضرائب؟ نو سجل بالقائمة يا ابني. دفعت البيض الفاسد؟ لا 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 سجل بالقائمة يا ابني. معروف معروف. شباك لك ليكون مشان هدول الدولارات اللي اشتريته وطلعوا مزورين. خرب بيتك، رح تخرب بيتي. عجزت سيدي عجزت. انت سجل وانت حاول يا محروس تفتكر، بركي بتعرف شي تاني. ابو شكيب ابو شكيب طخنتها طخنتها، صرت بعترف لك بثلاث شغلات. اعترف لي انت بشي شغلة انا عاملها. محروس انا ما رح اخجلك، ها الحقيقة انا ما جاي اقبض عليك، انا جاي اقبض على ابو كيروز. وحضرتني سيدي شو دخلني انا بحبها للحكومة؟ ايه ولو كمان لازمك تحطي. لا سيدي انا بعترف لحالي، انا نبحني الشرطي وصفرني لما كنت عم جرب سياره محروس، ولقيت العالم عند القدمين وشمال عم تسب كلياتها، بس السياره ما وقفت معي غير على عمود عند موقف الباص. سيدي سيارتي شو وصلك لسيارتي؟ عملت اكسيدون كمان بالسياره؟ ومسيو محروس بالفرنساوي ما لك حاجتك انت وياه. سجلك ابني سجل قياده بدون رخصه والتسبب في دب الزعر والرعب في قلوب المواطنين الابرياء. طيب وانا
شو دخلني لحتى تعاتبني مشان ابو كيروز وتقلي هربان من البيت؟ اه كنت حابب الصبح روح لعندك على البيت اعمل لك زياره واشرب فنجان قهوه، والصراحه عاتبك مشان ابو كيروز. لك هاد انسان جاهل ما انه متعلم، بس انت الانسان المثقف والمتعلم بايطاليا. لك شلون بتعطيه فاتح سيارتك؟ انا ما اعطيته شيء، هو اللي سارقه. سيدي مزبوط انا جاهل، بس سيارته عطلانه ما بتنفع سيدي، ما فيها فرينات سيدي. نزل رجلك ويا ابو كيروز، احلى فنجان قهوه لعمو ابو شكيل. يا عم الدببه ان شاء الله، ما بدي اشرب لا قهوه ولا شيء، ضل قاعد. ما بصير، لازم نشرب شغله مع بعضنا. شو بك ابو شكيل بتوتر؟ عود شوي. ومو ابو كيروز لك بلا ابو كيروز بلا ابو كزوز اقعد. وهلا هلا يا محروس بدك تروح معي على المخفى. سيدي سيدي وعد شرف، وعد شرف، خذها كلمه مني قدام الشباب، خلاص ما تعيدها. ها التوبه. بعدين انت كل شيء بتسمعه دغري بتصدقه، وانت الثاني كبوا كبوا لهذا البيضة، كبوا يلا ها، سكر عليه كبوا. لك وعما ترشي رجال الشرطة في خدمة الشعب؟ سجل رشوة رجال الشرطة في خدمة الشعب وعما تقلي التوبة. اه لك اعترفت لي بثلاث جرائم من غير ما اسألك، وابو كيروز قال لي الجريمة الرابعة، والله يعلم هلا شو بدك تبق بالمخفى. سيدي ما بصير انا اشفع له اقفله. ايه سيدي ما بيمشي ابو كيروز هو يتشفع لي. لك شوفي شوفي سيدي خير؟ ما صدي بالميدان غير حديدان، رايحين انا ومحروس نصف مع الشباب بالدبكة. انا حديدان لك فارط الطحين سيدي. سجلي عندك سيدي. لك حتى حديدان كنت اخدته، بس ما في قانون اسمه. بس انا مالي عامله شي سيدي لحتى تاخذني. بكفي حواليك الله القرطه سيدي، بكفي ما تركت لنا ولا رجال بالبيت. اي ولا يهمك ولا يهمك، جميل بجوز نطالع ولا ليش طلع براءه؟ لا ما طلع براءه، بس اجانا اكثر من 100 استرحام من المساجين. ليش شو عمي؟ عم يقولوا يا اعدمونا يا طالعوا جميل، لانه من اول ما راح الحبش لهلا وهو عم يغني حبين الصباح حبين مساء، وهلا بتمشوا معي احطهم وراي لشو؟ محروس كمان نحن بدنا نغني له حبين الصباح حبين مساء بيطلعونا حبين الصباح حبين مساء حبين. رايح اصف مع الشباب على الدبكه، نزلوا الشارع. كو 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 para pa 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 ta ra ta ra ta 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 para para pa ta ta ta